بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أهل ودي يا أحبتي، أحببت أن أشارككم هذه الخاطرة الصغيرة أو القصيرة، وأصف لكم حال امرئ دخل في جنينة في حديقة مليئة بالأزهار، فوجد هنا السوسنة والنرجسة والزنبقة والوردة الجورية والياسمينة والقرنفلة، كل يسبح بحمد ربه بألوانه وجماله وبرائحته وعطره. تنقل هذا المؤمن بين هذه الزهرات يتأملها ويسبح الله في خلقها ويشم عبيرها، وربما يتذوقها أيضا لأن بعضها له طعم طيب أيضا. هذا هو حال المؤمن كالنحلة. النحلة تأتي إلى زهرة فتأخذ الرحيق وحبوب الطلع، ثم تنطلق إلى زهرة أخرى، وهكذا تتنقل وتجمع العبير لتصنع منه العسل. وأنت أيها المسلم اصنع العسل. كيف تصنع العسل أيها المسلم؟ عندما تمر على هؤلاء العلماء، العلماء المخلصين، تمر على تراثهم وعلى كتبهم وعلى ما تركوه لنا، فتأخذ منها الخير، ثم تنتقل إلى عالم آخر وتأخذ منه الخير، وتحب كلاهما. يعني ليست هناك مشكلة. هل هناك مشكلة إن قلت لكم أنا أنني أحب ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وأحب أيضا أبو الحسن الشاذلي وشيخه ابن مشيش وأبو العباس المرسي، وأحب ابن الجوزي، وأحب الإمام العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وعلماء والنووي والغزالي وابن رشد، يعني الغزالي وابن رشد ألم يتجادلوا ويكن بينهما نقاش؟ وأنا أحبهما كلاهما، كلاهما عمل في مصلحة الأمة وفق ما هو يرى. الإنسان يا إخوتي متأثر في حكمه حتى في استنباطه للأحكام الشرعية بالجينات التي يحملها، بشخصيته، ببيئته. أين هو موجود؟ هل هو موجود في الصحراء أم هو موجود في غوطة دمشق؟ هذه تؤثر، نعم تؤثر على حتى على شخصية الذي يستنبط الأحكام الشرعية والمفكر. وهذا ما حصل مع الإمام الشافعي رضي الله عنه. إذن يا إخوتي، كل منا يتأثر، حتى أنا، يعني أنت وأخيك، هل لكما نفس الشخصية؟ هل تفكران بنفس الطريقة؟ هل تحبان نفس الأشخاص؟ أنت مخلص وأخيك مخلص، ولكنكما تختلفان. أنت مخلص وأخوك مخلص، ولكنكما تختلفان. وهذا هو الحال بالنسبة للعلماء. يعني أنا لا أرى حرج أنني أحب الشيخ ابن عثيمين وأحب الشيخ ابن باز وأحب الذين لا أحبهم، هم فقط يعني الذين هم على أبواب السلاطين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، وكتب الإمام السيوطي الأساطين، كتاب الأساطين، فيما ورد عن من ورد إلى السلاطين، العلماء الذين يذهبون إلى السلاطين. فهؤلاء لا أحبهم، ليس بيدي، لا أحبهم يا أخي، أحس يعني نفسي تكز، يعني فما يعني، خصوصا إذا لاحظت
في موقف عالم من العلماء شيء من التغير الذي يلمح فيه أنه يريد أن يمالئ حاكما أو طاغيا أو ظالما. حينها أنا لا أحكي عليه ولا أسبه ولا أشتمه، أنا خلص نفسي تعافه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه طعام أكل منه، وإذا لم يعجبه تركه. أما من هو قادر وعنده المعلومات الأكيدة أن يتهم ذلك الشخص فهذا أمر آخر. لذلك هذا الأمر لا، أنا بالنسبة لي ليس له علاقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون عليك دليل قوي ثابت، فأنا لا أستطيع أن أتهم الناس دون أدلة ثابتة أخاف أن يسألني الله سبحانه وتعالى عنها. والناس أيضا، الناس تشعر بنفسها من هو المخلص ومن غيره، من هو غير المخلص، فتحب المخلص وتعافو الذي يعني شاب إخلاصه شيء من حب السلاطين ومن التقرب من السلاطين الطغاة. إذن يا إخوتي، الله يخلي لي إياكم، لا تكونوا هيك أحاديين التفكير، هذا فلان وهذا فلان، خلاص احنا بناخذ الشيء الحلو اللي قاله. يعني أنا بحب الشيخ ابن عثيمين، بس هل هذا يعني أنه أنا كل شيء قاله الشيخ ابن عثيمين وافق عليه؟ لا، ابن عثيمين أو غيره أو غيره كلهم بشر يؤخذ منهم ويرد، كلهم علماء أنا أحب فيهم أنهم عملوا في مصلحة الناس وفي خدمة الناس. أنا قلت لكم أنا أحب كل من يخدم المساكين، وكل من يدافع عن الفقراء، وكل من يحاول أن يصلح حال الناس وأن يغير حالهم، كلهم. الشيخ حسن البنا، الشيخ تقيين الدين النبهاني، كل أنا أحب الاثنان كمثال، يعني كلهم هؤلاء. يعني ما في داعي نكون متعصبين، هذا هيك وهذا هيك، ونحكي عن الناس بدون علم بدون اطلاع. العالم اللي اطلع على العلوم يأبى لسانه أن يتعرض للناس يعني ليس، أنا لا أقصد الانتقاد العلمي، كان العلماء ينتقدون بعضهم البعض، هذا لا شيء فيه، لكن ما في داعي أن أكره هذا وأكره هذا، وهذا هيك وهذا هيك، أكون أحادي التفكير. هذا فيه خطر، فيه خطر على الأمة. وأنا أنصحكم بأن تكونوا أوسع الأفق عندكم، أوسع من ذلك، وأن تطلعوا وتحبوا كل من أخلص في هذه الأمة، بدءا بصحابة رسول الله الذين كانوا خير القرن، ثم الذين يلونهم والذين يلونهم، ثم تأتي الناس حسب ما قدمت من خير وحسب ما تركت لنا من آثار فيها خير كثير يطلع عليه الناس ويستفيد منه. بارك الله بكم. من وافقني هذا الرأي جزاه الله خير، من لم يوافقني شيء طبيعي، يعني مو كل الناس هتوافقني على رأيي، أنا أبلان هذا الشيء وأنتم ياكم تقبلوا عادي. السلام عليكم ورحمة الله.